ضيفتنا لحلقة اليوم هي المطربة والفنانة ناريمان مشعل. ناريمان جات للمطعم من أجل لقاء عمل. صباح سلامة. صباح أكيد لا إحنا بس. صباح مساء الخير. صباح مساء الدين على بس. صباح ميرسي متى؟ طاطا وش راهي الدار؟ لا صباح. مش جابت. جيت هكذا اللي عندي بلاصة حبيبي. داك. ما كاش منها. وش راكي دايرة فيها؟ واش راهي معاكم؟ لا طولي. سليم واش راك دير جي دورونج تاع جي دورونج تاع جي دورونج ولا كوكتيل واش راك دير الفراشات واش راك تخبي الفراشات بعد الفينا انا ما شفتش نفسي حتى انت حلوه صافي واش تغني رد الفراشات تاع الناس رد الفراشات لا على النيف وانت تهضري على الفراشات حنا نهضروا اوكسيدونطا اي شافك السيرفر ما نقدرش نخدم معاك وانت دير في العفايس دوك ماشي نحبه نديرو قبه هكا خلينا نكملوا مع الاليسا ولا سيد لاباس بها فيس برك يحب يلعب خليكي كده لا هذا مع بديت نخلف هذا مع مش قاعد الوغ فور لو ستايل تاعك قلتي لي زيكزاجيري ان بو يعني انا كنت اتمنى ان يكون في سبونسرز هم اللي يلبسوا الفنانين اسمعي شوفي ودا صافي تاع الماء واش دا؟ اي اسمع قاعد هنا شفت خيخه راك تسمع بال واش يا خو يهضر معاك ما تبهدلنيش مع الناس عيب المرا سي لا بروميير فوا اللي شفتها سي لا بروميير فوا اللي شفتها ما تحشمنيش ما ديرليش هكا راني بخالتك ما تقصرش معايا في هاد الامور صح رجع شريكي رجع الساك رجع الساك وشا سي تو بلي سي تو كوزا ولا شنو سي كوزا في كاد في دي ديالنا مشاكل ديرها على وجهي انا واش على وجهك على بالي طلع ماني طلع سرق الموني ماني لا بس عيب علاش عيب ما كيفاش علاش عيب لا ما ينفعش شريكي يرجع لنا ما تحرقناش الله يسلمك بليز ما نقدرش نعمل سوري لا علاش تبهدل فينا دوك يردهم كاين سوري الى قبيلي الى يديك الى جهه الاخرى معليش رد سوري لا يعني يا ربي تحترم الناس اللي معاك وتراك شريكي الله يسترك رجعها شريكي مانيش حاب نقول لك جاستا مانيش حاب نتقلق يا شريكي صح رجعها شوف جوجو ما قدرتش وليد خالتي هي هضري معاه خالتي انا ما نعرفش اذا كي جا ريح وحده شوف يا اخو سامحني هذا رد دراهم ما تكملش بس انا مانيش قادره دوك نخدم مانيش قادره مع لا بروميير فوا شفتها بهدلتني على بالك حدا خذ علينا نظره ماشي مليحه ماشي هكا ساري شريكي وحنا ماهيش حابين هذا الشيء جاك معليش حتى ني ما تشوفش مسكينه شوف ما تغيضكش مرا عميه مرا عميه ما تغيضكش شريكي مانيش حاب نوض نخلطها نتبهدل مانيش حاب حتى نطرمو من هيك نضربك شريكي خلطاش ارجع ارجع مانيش حاب شريكي سالم لا مشاكل الشبور راني كان قدار انا مانيش حاب استغفر الله يا ربي العزيز معليش يتحوز على البوشه لو سمحت رجعهم ولا انا حبيبي انت قولي لهم شتي لي ترى يقول لهم باذن الله راه معايا في مركز الشرطه ريلي واو هكذا ومن بعد ما كنتش خلاص عليكم بعد سي تو بلي دوك يهضر معاه بالك ياخذها بالعقل رجع الفلوس ما صعب اختي يا بوي لا مالكش دعوه بالمصريين بأول هام لا ثاني هام حاشا نقول كي يسمع اللهجه هذه نحب اللهجه المصريه
بتخافي ما عمري مسكينة حرام عليك على وشنو أخبر أجل نقول لك حاجة أبرك عمري مسكينة علاش هكا العملية تاعها سالي يا خويا العملية تاعها على هكا ولا وصح واش دخلك انت دخلني انا كده هكا انا هو عمل حاجة غلط ياخذوه يرجع له حاجه دراهم باش قالت غدوه واحد ندير عمليه فتشوه لو سمحت شرطه هي شرطه بيضاء تاعك صح الحكيك كيكم بطاقه تاعك نسمع انت جبت الدراهم باش حندير عمليه تفضلي في مكانك وحنشوف لك فلوسكنا شوف لي دراهم عيط عيط الاخ مفضلك لا ما تخلطيش راسك لا استغفر الله يا ربي العزيز استغفر الله يا ربي انا سمعوا لك تفضل هذه باش انا كان مره هاي اللي باش غادي عطاش كديري فيها دراهم ما عندك شوف انا عيطوا لي جماعه عيطلكش انا اخويا عيطلي انا عيطلك عيطوا لي جماعه اخويا يهضروا بالواحد نهضروا بالواحد انا ساكت راح انا معليش بهدلتني معليش بهدلتني ولا غير بهدلتني هذه رئيس العصابة شكون هذه الاخت اللي قدامك تبيع عيش عطيني وتاخذي ما تخافيش شتيتو شحال دولك الاخت شحال دولك مدام محمد عيط لي 10 ملايين انا مين لو سمحت دوك هل كيما نقولوا اسكو سي لوجيك انا نريسكي انا دي الدراهم اخذت هذا المبلغ اختي تدي دراهمك هذه قالت لي ندي 7 انا ما نعرف ليه هو انت عارف المبلغ كم باش تقول لي انا ندي 7 وانت انت وين على بالك باللي عندها 20 ولا 30 10 ملايين 10 ملايين شنو قلت لك تبغى دير عمليه انا وثائقي يعني دي تهمه كان حاله سرقه ودي انا اللي قلت عليه انه هو دونك انا ما رانيش تفهمناش على المونطون بهدلتي نعبل دوك نعيط لخالته نبيع على ما نكذبش عليك دوك نعيط لخالته يدبر راسها بك ماشي هكذا سالي نو دوك نعيط لخالتو راسها بك الو وي خالتو نعرفك تعرفيني يا سلام وريني كذا في التليفون عيطت لك هدرت معاك وريني يسرنا فيسبوك اوه وريني اصبري ما عنديش كونيكسيون دوك نكيبي تاع الترواجي ونجبد لا كونفرساسيون تاعنا يا اختي تعيشي دراهم العمليه يا ربي عيشك عندك ترواج اكتيفي لي الويك عنديش ترواج اكتيفي لي تشوفي لي الكونفرساسيون وين عارفك انا تاني نهضر معاك انت عطيه معلي ما نقولش تدي الدراهم دينا دراهم انت وشكون دينا دراهم ما تهضرش انت انا نهضر معاك انت ما تهضرش انت وشكون انت انا راه من بلاصتك هنا جي قدامك نفهمك هادي ما تفهمناش في الموضوع وانا قلت لكم اللي جبدني دي معايا واو لو كان ضربتو لنا قسم لهم 3 3 3 هذه نمدو لها مليون صح واش راه يحكي انا تاجر صح واش راه يحكي لا مش صح طبعا انا عندي عندي 5 دقائق او 7 دقائق من اللي دخلت عندي معاد مع المخرج والسيناريست عندي اغنيه حعمل لها كليب وهذا قالنا جو سوي لو كوزان اسكو جو بو بيرميت دو ساسوار افيك فو قعد معانا 5 مينيتس ناضت هذيك السيده اللي عندها مرض ناض خد البوشيت
وجاب الماني وحطهم في جيبه قلت له مي سا سفي با كاسكو تي اون تران تفير لا دونك راك قاع الفلوس للست قال لي واحد ما يدخل روحه قلت له انا نهضر ونقول وسالت على السكيورتي من عند الانسان ده اسمه هذا اللي سرق هذا اللي سرق من شفتيه باين انا شفته شادي في حضاره حنا اللي سرقنا ولا ماشي سرقت ما تمشوا نقول لك حاجه صدقني انا راهي معايا وهذا راه معايا ماشي راك معايا معايا في الجزائر مانيش معاها هذه بنت خالتي هذه خطيها هذه خالتي خطيك انت قدمتي راكي انت بنت خالتي ويخدموا معايا أنا كويسي ما أنت واحد مجنون ناخدك تريد حسين ولا إيه المشكلة يعني بتاعتك؟ أنا شهدو. أنا كويسي ما أنت واحد مجنون ناخدك تريد حسين ولا إيه المشكلة يعني بتاعتك؟ تريد حسين. إيه أنت إيه؟ أنت شكلك كده مش طبيعي. محضر إيه؟ لا لا لا. No way. مركز شرطة. أنا ما ليه أجي الشرطة؟ جميل. معلش قانون ما يقولش كده أنا واحدة فنانة جاية أتعامل مع سيناريست. لا يا حبيبي ما لا مدام لا اثنين ما يهمنيش هو اللي سرق وانت يا هدره ويقول انا سرقت وهو يقول بلي انت يا معاه ما نعرفوش انا كلكم كيف خاف انا جلو كوني جزائريه انا نص جزائريه مصريه الله يبارك فيك يبارك فيك كلكم حتجوا معانا لا يا حبيبي ما جيش انا سوري جي معانا نواي لازم تكوني جزائريه استنوا بس اولا اشكرك يا عفريت مش عارفه اقول لك ايه يعني فعلا مش فاهمه